الكارثة كانت كبيرة جدا بعد حدوث الزلزال، خاصة انه الكارثة كانت بكل المناطق، وبسبب وجود عدد كبير من الضحايا والجرحى تحت الركام. فكان واجبنا نحن الكادر النسائي بالوقوف صفا بصف مع رجال الدفاع المدني والمساعدة بعملية البحث والإنقاذ. فقمنا بالعمل على البحث والإنقاذ بالأماكن اللي موجود نساء وأطفال خاصة. وحاليا بعد الانتقال من عملية البحث والإنقاذ إلى عملية البحث والانتشال، انقسم كادرنا النسائي إلى قسمين. القسم الأول كان دوره القيام بجولات على مراكز الإيواء وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية، والقسم الآخر كان دوره المساعدة بعملية البحث والانتشال خاصة بالأماكن المتواجد فيها نساء. أكثر موقف أثر فيني هو وجود طفل كان عالق تحت الركام لمدة يومين، كان على قيد الحياة وأهله متوفين معاه بنفس المكان، الأم والأب متوفين والأخوات كمان متوفين. فقمنا بإخراج الطفل، والأب والأم والأخوات للأسف الشديد كانوا متوفين.